الدوله لازم تتفطن باه دير لي زابوراتوار في لي في لي بور. والله يا سيد الوزير كاين الاثاث والله يا اوتروا والله ما يديروه الشناوي لولادهم ويتزوه لنا هنا، ومن بعد يقول لك المنتوج الوطني ناقص. يا وانا كيف هنا نخافوا من ربي، هما ما عندهم لا هذه لا هذه. ها روح سيد الوزير يعقب لا مال ولا ها راهي فلوس اللي يشتيوها جديد، حاجة جديدة في البلاد. ها أيوة. وخير من تاع الأوروب، أقسم بالله خير من تاع الأوروب. هنا يعني كي نلقاو الدعم هكذا وهذاك والله غير قل، أقسم بالله هي الفاية هذيك تاع لامبورتاسيون نبيع فيها ب 14 ونص، أنا حاطها ب 1250000. مثال هاني منقص 200000، بصح نقولوا البرودوي اللي يلحق يتباع. نصنعوا المادة الأولية الصفحات من فضلات الخشب، هو شوية تاع الطرف يجيب 60% الخشب 40% منه. مي هنايا البروجي اللي تاعنا هنا 100% فضلات خشب. أيوة. المصنع معمول باه نلموا الفضلات كومبلي في الولايات. ايوه، ومنين راح تضمن الفضلات على مستوى كل الولايات؟ شكون مع من تخدم؟ هنا من بعد يوليو كيما توسيالي، نعطيك مثال. أيوة. هم يلموا له الحديد الديشي. صح. ومن بعد كل ولايه يديروا ديبوات، الشباب أيوة. يلموا له يبيعوا له، ومن بعد انا صحاب لي ديبو نشريو عليهم هنا. ايوه هذا يعني هو نسمعوا برك. هنا معناها راح تخدم مع الشباب اللي يكونوا ممكن مهيكلين في هنا ميكرو انتربريز. هنا سيد الوزير يعني هذا المشروع تاع شلغون كي نحسبوه يعني حقيقه راهو يخدم 58 ولايه، كي نديروا 300 ولا 500 تشاب في الولاية احسب قداه، يعني هذا راي كما يقولوا هذه الدولة. انتم كثر خيركم وقفتوا معنا ومشيتوا معنا وشجعتونا وكثر خير سيد الوالي. هذا يعني راهو في اوروبا في العالم كامل تاع الخشب يديروا هكا، يعني كي تشوف هنا نحسبوا تلقى من بعد تلقى 20 30 ألف شغل. هي صح نحسبها لك بستيلو، الواحد كي يقول 30 ألف منصب شغل يقول لك سيده ومهبول، هذه حقيقة. حقيقة صح. ما يبارك انما ما يخدمش ربما يكثروا معامل كيما هكا ويكثر هذا اللي تجمعوه هذا الديشي هذا تاع الحطب ما يخلصش. ما تنجمش ما فكرش باش ممكن تغرس الاشجار تاعك. هاكي نشوف مثال، انا عندي قبل 10 ايام رحت زرت خنشله. ايوه تكملت تكلمت مع مدير الفلاحه والمدير الغابات. غابات ايه. عندهم 30000 هكتار في نسمعهم على ديريكت. روح روح من الحين هذيك تاع مهبوله. عندنا تكلموني عندهم 30000 هكتار مازال ما تلحوش ليها، كي رحت هدرت معاهم فرحوا. انا ما نقصش الاشجار هذوك تاع اللي انا الفضلات برك المطارق واللي يطيحوا. شوف نحسبوا 30000 هكتار، 30000 هكتار كي نقسموا على 5000 شاب في خنشله. اخي الرئيس راهو يطلب يقول ولايه تعبانه شويه وحوس المشاريع، على بال كل شاب يديروا له 6 قطارات 7 يخدم فيهم عام ويلم ويبيع بثمن غالي، يعني نديو عليه بثمن مليح. شت الدومين سيد الوزير هذا يعني كي نقولوا يعني كي نقولوا هنا اولا التصدير تاعو سهل جدا. شوف كيما ذوك المصنع هذا تاعي ما كان لا في تونس. الان تفكر في التصدير. في التصدير يعني نصدر عادي. انا كي نوض المصنع هذا انا التونسي يروح يدفع ال سي تاعو 3 شهور. حابين يصوروك برك. انا نشتي فوضى. هنا سيد الوزير مثال نقولوا تونس هما يفتحوا ال سي 3 شهور باش يجيهم هذا البرودوي والكاوري يتكسل عليهم. هنا يفتح ال سي هنا الصباح العشوة عندي في المساء تلحقوا البضاعة. هنا الماكينات والله اقسم بالله الماكينات هم ذوك تشوفهم في الامبالاج والتوانسه راح يديروا معايا كونترا لافونس. حتى راكش محتم عليهم ما عندهمش هذا المصنع. وهذه حقيقة يعني. هنا إن شاء الله راح ندير لكم حاجة للبلاد يعني لينا بلادنا. وهنا الأوروبيين مش زايدين علينا يعني. الحمد لله رحت قبل أسبوع رحت استقبلني الوالي كنت نمشي دي سالير يقول لي دوك نقدر نولي 360000. يعني أنا في اللي في قلبي في لساني ما عنديش هكذا. مشاريع هذه مضمونة 100%.
حتى ولو غدوه ان شاء الله نبداو المشروع تاع الغوم في خانشله نقدروا نديروا لا كاباسيتي دوبل. مروك ما كانش هم يمبورتيو، حنا ما نروحوش قال نبيعوا المالي والنيجر وهذه، هذو اللي توانا برك جيراننا برك ما نكفيوهمش. شمال افريقيا، شمال افريقيا ما نكفيوهمش، يعني بربي ان شاء الله العمله الصاحبه هنا راك الدنيا تدخل. طيب بدي شيء هذا اللي مش نقول لك نزيد نعاود الكلمه ما نقصوش انا الاشجار. هذا المصنع اللي عندي راوي راماسي كلش، حتى الخشب تاع لي زونتربرونور اللي فيه السيما يغارب له ينحيه. التكنولوجيا الاخر ديفن باخر، هذه اكبر شركه في العالم تاع الالمان. بارك الله فيك. ومليح استرجاع هذا الدشي هذا تاع الحطب، انما مثلا كذلك فكره زيد فكر فيها مليح. احنا الجزائر راح تشرع في انجاز ما يسمى بالسد الاخضر من الحدود الشرقيه الى الحدود الغربيه، واحيانا بعمق 20 كيلومتر واحيانا اكثر 30 كيلومتر 40 كيلومتر. هذا ممكن لكم انتم مثلا كذلك تطالبوا من وزاره الفلاحه من مديريه العام مدير عام الغابات يعطوكم ما يسمى بالكونسيسيون مثلا ما نعرف 50 قطار 60 قطار. تسمح لي نقول لك في حاجه تغرس ومن بعد الخليج دخلوا في مصر جابوا واحد النبته شجره، الشجره هذه كما في اوروبا تقعد 60 70 سنه باه يقصوها. لا اسمح لي هنا نكمل لك، جابوا شجره 5 سنين تتقص. تسمى هذه ولات تجاره المصريين. كاين الشجره كل عام تنحي منها 6 مترات. هذه هي اللي راهم نبتوها في مصر. 6 متر. هي نبتوها داروها غرسوها نقول غرسوها في مصر. انا راني في الامور هذه نتبع على بالي. المصنع هذا يخص تحويل الخشب. صناعة الألواح الخشبية، جميع الأنواع الخشبية من بيناتها لايغلوز الفورميكا الميلامين. الحمد لله نشكروه على الزيارة ونطلبوا إن شاء الله بربي تكبير المشروع وإنجاز مشاريع أخرى في نفس الموضوع.